وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018 مراسل النيل منذر أبو ضوح. منذر، بعد التحية، يعني انقل لنا الصورة لديك وكيف تتابع فعاليات المعرض. تحياتي إليك بداية وتحياتي إليكم أعزائي المشاهدين. بالفعل المعرض يشهد ضخما كبيرا، سواء من الوفود المشاركة الأوروبية أو الأمريكية أو العربية أو الأفريقية. هذه المشاركة تعتبر أول مشاركة في أول معرض يقام على أرض مصر للأسلحة والوسائل الدفاعية، وكذلك ما لاحظناه اهتمام كبير من قبل المسؤولين في وزارات الدفاع المختلفة لمتابعة أحدث وسائل العسكرية والإلكترونية الحديثة، وهذا ما شاهدناه في مناقشتنا وكذلك من خلال جولتنا داخل المعرض. هناك شركات الأمريكية التي لها باع كبير في ميدان الأسلحة، لها عديد من السكاشن أو المقاطع داخل المعرض لعرض أسلحتها، والتي ترى أن هذا المعرض بوابة للدول الأفريقية والدول العربية من خلال عرض أسلحتها، بجانب الآن القائم بأعمال السفارة الأمريكية بمصر مستر امبسدر ويلكم ان ماي نيوز. سفير، مرحبا بك في قناة النيل الأخبار، شكرا، سعيد بوجودي معكم. ماذا عن المشاركة الأمريكية في هذا المعرض الدولي؟ في البداية أود أن أهنئ منظمي هذا المعرض الناجح للغاية. نحن فخورون للغاية بأن لدينا مجموعة كبيرة من الشركات الأمريكية، تقريبا 40 شركة، بعضها كبير للغاية يعمل في مصر منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى شركات أخرى جديدة على مصر، لذا هذا أمر جيد للغاية. تواجد الشركات الأمريكية في مصر، مصر لديها الكثير كي تقدم له للشركات الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لذا نحن نتتطلع إلى هذا الاجتماع أو المعرض الناجح. كيف ترى التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال؟ نحن لدينا علاقات ثنائية ممتازة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتقديم المعدات والأسلحة الأمريكية لمصر، ونحن نود أن نتوسع فيها وكذلك أن نتنوع في الأنواع التي نقدمها، لأن هذا جزء من برنامجنا، ونحن نتطلع إلى أن نرى صفقات واتفاقيات ومشروعات تخرج من هذا المعرض. شكرا لك سيدي السفير، شكرا. كما تابعنا أعزائي المشاهدين، اهتمام الشركات الأمريكية بالصفقات وعرض أسلحتها في هذا المعرض الذي يعتبر أول معرض لمصر، واهتمام كبير من الدول الأوروبية وأمريكا بالذات، لأنها تعتبر المصدر الأول للأسلحة على مستوى العالم. شكرا لك منذر أبو ضوح، وبالتأكيد شكر موصول إلى ضيفك العزيز الزميل منذر أبو ضوح مراسل النيل، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من مقر معرض إيدكس 2018.